تستمر فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من 24 وحتى 27 من شهر إبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأسفرت هذه عن نتائج المنافسات في البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد بالسيف بالنسبة للفرق التي نظمت من خلال هامش البطولة العربية حول حصول مصر على المركز الأول بنتيجة 131 نقطة، والأردن بالمركز الثاني، والعراق بالمركز الثالث. استمرت فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر إبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد أسفرت نتائج منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد بالسيف بالنسبة للفرق والتي نظمت على هامش البطولة العربية العسكرية للفروسية حصول مصر على المركز الأول بنتيجة 131 نقطة، والأردن بالمركز الثاني بنتيجة 122.5 نقطة، والعراق بالمركز الثالث بنتيجة 102 نقطة. فيما أسفرت نتائج فرد السيف عن فوز اللاعب أسامة لواء من العراق بالمركز الأول بنتيجة 42 نقطة، وفي المركز الثاني اللاعب أحمد بكر من مصر بنتيجة 37.5 نقطة، وجاء في المركز الثالث اللاعب راني هملت الخواص من مصر بنتيجة 36 نقطة. حيث قام الشيخ محمد بن عيسى الفيروز رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد واللواء أركان حرب إيهاب لطفي مدير المدرعات للقوات المسلحة وسفير رواندا بالقاهرة بتكريم اللاعبين أوائل الفرد والفرق لالتقاط الأوتاد.